أي تسلل أم لا؟ الحكم يقول لك العب، وراشفورد يدخل وتغطية دفاع يتألق بامتياز. التسديد بابا على الجهة اليسرى، رجع لدانيال روس والتغطية الدفاعية. يونيزاي توزيع رائع بالراس خطيرة بابا الدفاع. وكذلك باتشوي، وكاد يأتي الجول الأول لصالح المنتخب البلجيكي من هذه الزاوية، نشاهدها أفضل حفلة إذا تفوز بها كلها طبعا. الركنية والدفاع يدخل ديلف لوفتيس تشيك وديلف وأرنولد ينفذ ركنية داخلة خطيرة عن طريق أرنولد، يلحق عليها موش متسلل أرنولد رائعة. فيل جونز ترجع لأرنولد مجددا، يطلبها من هنالك في القائمة الثانية. الحكم لم يقل شيئا، كرة سريعة وخطيرة للمنتخب البلجيكي، كرة أرنولد وين يحطها أرنولد، والدفاع المراوغة والتوزيع. يانوزاي مازال يانوزاي اتجاه كرة خطيرة، باتوي مازال يواصل باتوي في مانشستر يونايتد وقدراته في الكرات العالية في اللاينية. الحكم يقول العب التسديد مجددا، ومروان فلاي كره جيمي فاردي من عند راشفورد وصلت لي لوفتيس تشيك، يوصلها لي راشفورد من هنالك لي عدنان يانوزاي، يحاول يمر ودانيال روس ويدخل وراشفورد راح، مازال عنده الكره، راشفورد يبحث عن جيمي فاردي، الكره يوصلها مباشره لارنولد، دخل ارنولد بالدفع والمسك والاحتكاك ارنولد. منتخب انجلترا مقابل ركنيه واحده للمنتخب البلجيكي. ثانيه خطيره تورجن هازارد ويانوزاي مروان فيلايني، تورجن هازارد يرفع كوره لمروان باتشوي، رجعت له مروان استلمها مروان باتشوي، باتشوي يبحث عن الثغره، مازال عنده الكره، وين المسانده؟ يبحث عن المراوغه، شادلي دخل يانوزاي، شادلي مازال التوزيعه في القائمه الثانيه بعيد والتوزيعه والدفاع ومازال يانوزاي حاول يمر، عنده الكرة الآن يانوزاي، حتى التسديد يرجع مرة ثانية يانوزاي يبحث عن المراوغة يانوزاي بابا جول، فعل هات يانوزاي وهز شباك جوردن بيكفورد جول في الدقيقة السادسة من انطلاقة المباراة في غفلة من دفاع انجلترا. فرحة كبيرة، فرحة بالولد اللي سجل، وفرحة أهلية بالمركز الأول الآن للمنتخب البلجيكي في هذه المجموعة. هدف ولا أروع من الصغير عدنان يانوزاي، استلمها في غفلة من دفاع الإنجليز هوب المراوغة من خطيرة ديلف في الوسط، يتقدم ديلف يسدد ولكن خطيرة الراس والدفاع والتسديدة من ديلف والديال، ومع منتخب بلجيكا كرة بعيدة في القائمة الثانية. موسى ديمبلي يرجع للخلف لتيليمانس بعيد، انتظر هذه الكرة راحت لفاردي يلعبها مع ديلف، فالدي دخل التغطية ديلف يرفع كرة بعيدة في القائمة الثانية، ماغوير يلعبها بينية كرة خطيرة التوزيع القائمة الثانية. يانوزاي حاول يمر من امام ديلف، مازال عنده الكرة يانوزاي وديلف، والكرة للتهية جدا راشفورد، هل سيسدد مباشرة راشفورد على فاردي، يلعب عليها داني روس فورد ينفذ الركنية والدفاع راشفورد يرفع الكرة، داني روز يقدم يواصل يحاول يدخل، داني روز مازال التوزيعة منه خطيرة والدفاع لوفتيس تشيك يواصل في المراوغة، يدخل لوفتيس تشيك وين